رقم المتعلق بالتفقر نتيجة للدفع للخدمات الصحية. في عندنا هذا المصطلح اللي هو تم أخذه بعين الاعتبار في صياغة السياسات العالمية للتمويل الصحي، وكذلك في صياغة الاستراتيجيات التمويلية على مستوى الدولة أو على مستوى القطر المعين. ففي عندنا بعض الناس اللي بيحتاجوا يدفعوا ما نسميه دفع المباشر، يعني أنا إنسان كنت سليم بشتغل بنتج وفي عندي دخلي، لكن لما احتاجت لخدمة صحية رحت أطلب هذه الخدمة الصحية واضطريت في نفس الوقت عندي استخدامي لهذه الخدمة الصحية أن أدفع مباشرة من الجيبة، بنسميها الأوتو باكيت بيمنت بيما ديريكت باللغة الفرنسية، لا مقدم الخدمة الصحية عشان أحصل على هذه الخدمة. فمن التحاليل اللي بنعملها إن نشوف نسبة الناس الذين كانوا فقراء قبل احتياجهم وحصولهم على الخدمة الصحية ونسبة الناس اللي بيصبحوا فقراء بعد الدفع للخدمة الصحية. والتقدير اللي عنا إياه تم نشره في شهر 12 ديسمبر 2017 أنه على مستوى الإقليم ما بين 653 مليون شخص الذين يعيشون في 22 دولة في الإقليم، في عنا تقريباً 7.7 مليون شخص يصبحوا فقراء نتيجة لهذا الدفع المباشر.